أسعد الله مساءكم موجز لي من الأنباء. من التناسح، ذكر مصدر للتناسح أن 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا جراء قصف طيران إماراتي مسير داعم لمجرم الحرب حفتر لمقر سكن للعمالة الأجنبية بمصنع البسكويت بوادي الربيع. المصدر أكد أن 6 من القتلى هم من العمالة الأسيوية والتونسية، ووجدت منها 3 جثث متفحمة، بالإضافة إلى مقتل سائق شاحنة إسمنت ليبي تصادف مروره بالمكان أثناء لحظة القصف. قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن هناك بوادر لانتهاء الحرب تلوح في الأفق بتقدم قوات بركان الغضب. وأضاف السراج في حواره مع وكالة سبوتنيك الروسية يوم الاثنين إن الحل ليس اقتسام السلطة، بل في منح الشعب حق اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة وعلى قاعدة دستورية سليمة. وأكد السراج استمرار حكومة الوفاق في صد عدوان مجرم الحرب حفتر المدعوم خارجيا بالمال والسلاح. أفادت مصادر إعلامية بوجود اتفاق سري بين مجرم الحرب حفتر والمتشددين من حركة اللجان الثورية لاقتسام السلطة. وحسب المصادر فإن الاتفاق الذي رعته دولة الإمارات وأتم بسرية تامة يتضمن حشد أنصار النظام السابق مع ميليشيا حفتر مقابل اقتسام السلطة وعودة حركة اللجان الثورية للحكم. وأضافت المصادر بأن الاتفاق تم بحضور وفد اللجان الثورية برئاسة مصطفى الزايد وخليفة حفتر وعقيل صالح. أبدى المدعي العسكري التابع لميليشيا مجرم الحرب حفتر في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية عدم رغبتهم بتسليم المطلوب دوليا محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب الجنايات من السلطات الليبية التعاون في تسليم الورفلي. وذكر المدعي العسكري لوكالة سبوتنيك إنه تم التنسيق مع محكمة الجنايات في هذا الموضوع، وإن الورفلي قد أحيل للتحقيق وقد سجلت ضده قضية معروفة الآن أو معروضة أمام المحكمة العسكرية الدائمة ببنغازي. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن صودا قد طالبت السلطات الليبية بتسليم الورفلي لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال إفادتها الأخيرة أمام مجلس الأمن. فقد المصور الفلسطيني معاد عمارنة عينه اليسرى جراء إصابتها بعيار مطاطي أطلقه جيش الاحتلال الصهيوني أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت الجمعة في قرية صويرف بالخليل احتجاجا على سياسة تل أبيب في مصادرة الأراضي الفلسطينية. المصور المصاب البالغ من العمر 35 عاما والذي يعمل مع وكالة سند أكد أن الاحتلال يستهدف بشكل خاص الصحفيين، وعبر شهود عيان من الصحفيين بالضفة الغربية عن غضبهم واصفين ما تعرضوا له بأنه استهداف مباشر بلا حق. وخرج صحفيون فلسطينيون في غزة ومدن فلسطينية أخرى في وقفات تضامنية مع العمارنة، فيما استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء الذي استهدف المصور المصاب. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.